الإسلام والشرك تبددا. صلى عليك الإله يا علم الهدى، ما طار طائرا في السماء وغردا. لقاؤنا الآن مع ملك المقامات وقطب وعلم دولة التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، القارئ العالمي في هذا المقام القرآني النوراني، والذي أدعوه إلى منصة التلاوة سريعا نظرا للتوافد الكثيف من أهل الواجب الأكرمين. فلو وسع المكان بمركز أبي حماد بأكمله ما وسع المعزيين وأصحاب الواجب للعمدة وصاحب الواجب الحج عطية عويس رحمة الله عليه. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك في هذه الليلة العالمية، فليتفضل فضيلته مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. تراهم ركعاً
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يبارك فيك يا رب. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم حاضر يا واتقوا الله
الله العظيم. لا اله الا الله. شو شو بس نفس الوقفه دي بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي اللي انت شايف اللي انت شايف. يلا حاضر على البركه. سلام فرح يا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول ك
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. حاضر أنا ساكت أهو حتى ما نصرفه شوي. حاضر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى بياخدونا على تصوير. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. وفي أحسن من سماع القرآن وجود مشايخنا مشايخنا الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطروطي. البركه فيكم انتم بقى بس الله خاص ده ازاي بقى ده انتم البركه كلها. حاضر حاضر عيني. حاضر حاضر عيني. حاضر والله العظيم الناس كلها نسال الله القبول لنا ولكم.
يا سيدي سعيهم مشكور جميعا، سعيهم مشكور، ربنا يبارك فيكم يا رب، يتقبل الله منا ومنكم. حاضر. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله.
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم والله عليم حكيم وإن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن فتلني من المؤمنين
اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمسية قرآنية هي. أمسية قرآنية ربنا يتقبل إن شاء الله علي رحمة الله نسأل الله له الرحمة والقبول. والله جمهور ما حصل لما صلي على النبي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر كده خلاص كده. ما تستعجلش علينا يا دكتور عبد الناصر. ما تستعجلش علينا. يا دكتور. الله يتقبل منا. حاضر. صدق الله العظيم. راحتك ما تستعجلش. اسمح لنا. حاضر والله حاضر. سأل الله القبول منك. حاضر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي
بغيقك بات في فأصبح بينهما بالعدل وأقسط بالعدل وأقسط اصحاب كرم واصحاب واجب والله بس معاكم الدكتور بحاله معاكم الدكتور عبد الفتاح بحاله يا عم ايوه ما تستعجلش بعدين لك بنت الموضوع والله بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم المتعالي الذي أرسل جبال العوالي والذي لا تعجزه ظلمات الليالي تلألأ المكان نورا وضياء بنور القرآن تجلت علينا أنوار الحق سعدت القلوب والآذان في كل مقام تسمع وهكذا على قنوات اليوتيوب العالمية تنقل هذه الليلة القرآنية المباركة لهذا الحدث الجلل هذا الحدث التاريخي بمركز ومدينة أبو حماد حيث ليلة التكريم النادرة والفاخرة والباهرة التي يحضرها أعلام دولة الواجب بالعموم جمهورية مصر العربية استمعنا وإياكم لملك المقامات القرآنية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ الساحات القرآنية العالمية قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية في هذه الليلة النورانية المباركة التي تقام تكريما لأغلى الرجال ولأعز الرجال انطفأ من هذا المكان نورا لم يضاء بعد اليوم والله لن يكون عزاء والله لن يكون تجمع او تجمهر او حدث جماهيري انها مظاهرة الحب التي ابدتها السماوات العلى من تحت عرش الرحمن
إن الله يحب فلانا فحبه. فتنادي الملائكة يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فحبه. ما اجتمع الجميع والجمع بأكمله إلا لحب هذا الرجل رحمة الله عليه، وما أجبرهم الوقوف على الساقين إلا حبا في رجلا كان يتحدث بكلمة الحق. كم رد المظالم والحقوق لأهلها. حج عطية بدوي عويس، أنا لم أعرفه من قبل، ممكن أكون رأيته في أي مقام ولكن لم أتعامل معه، ولكن الآن أندم عن عمر مضى لم أعرف فيه هذا الرجل، وأشهد الله على ذلك. ما جمع هذه القلوب المؤمنة إلا من حب الله إليه، فهذه بشرى إليه في الأرض وفي السماء، بشرى الأرض رضا الحق فأرضى الخلق فأتوا إلى تكريمه، وبشرى السماء أنه في أيام الله لقي الله وفود الحجيج لبيت الله الحرام فاختاره الحق إلى جواره. فاللهم يا أكرم الأكرمين أكرم اللهم ضيافته، أكرم اللهم رفادته، اجعله برفقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الجنة. نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، جازه بالإحسان إحسانا وبالإساءة